te zijn of niet te zijn, dat is de vraag. Maar wat betekent te zijn of niet te zijn? Om een vluchteling te zijn of een mens te zijn? Dus dat is de vraag. En wat is de verschil tussen een vluchteling en een mens? Dat is ook een andere vraag. كل شيء عينك بشوفه ببلدي بحن عليها. أنا الشمس بحن عليها ببلدي. بتدفيني. ضوء القمر يذكرني، مع العلم القمر هون مثل هني. وقت كنت قاعد ببيتي بالليل والسطح جاي تعبان من شغلي اطلع بالسائل بالسما لاقي القمر له ذكرى بقلبي. عتبت بيتي. اللي صار لي هلا 7 سنين ما شفته لبيتي وبيتي مدمر والله مشتهي اذا رحت على بيتي هلا المدمر وشوف عتبته عتبه البيت مشتهي احط خدي هيك على عتبه بيتي مشتهي هيك احط خدي على عتبه بيتي يحكي لي هو البيت انينه هو في بقلبه أنيم بدي أحكي لي إياه وأنا في وجع بقلبي بدي أحكي له بيتي شلون فارقته 7 سنين طلع أولادي ما طلعت أنا ما تركت بيتي باختياري أنا طلعت غصن عني